بما أنك تؤكدين على أحقية الأمم في تقرير مصيرها، ماذا بشأن فلسطين والصراع مع إسرائيل؟ وحزبكم متهم بمعاهدات السامية، ولوحظ أنك تغازلين إسرائيل أحيانا لغسل الحزب من هذه التهم. ما رأيك بيهودية الدولة في إسرائيل كما يريدها بعض ساستها؟ يقال الكثير عن حزبي، الكثير من الأمور الخاطئة في هذا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. مرة أخرى أقول أننا نعتمد خط العقل، خط الاعتدال. نريد لإسرائيل الحق بالأمن، ونريد لفلسطين الحق بالسيادة. هذا هو موقفنا. مرة أخرى أعتقد أنه موقف متزن معتدل. هذا لا يعني أن بيدنا الحل لمثل هذا النزاع الذي لم يجد له أحد حلا حتى الآن، لكن أنا أعتقد أنه ينبغي استبعاد التطرف. هل من حق إسرائيل أن تكون دولة يهودية؟ إسرائيل تحدد طريقة اشتغالها. إذن ليس لديكم مانع من أن تقوم دولة إسلامية في أي من البلاد العربية في المقابل؟ لا أبدا سيدي، أبدا. ألاحظ فقط أننا نعيش في الأمل بالتوصل إلى الحريات الفردية، والأصوليين عندما يفرضون نموذجهم يكون ذلك بالقوة وبالعنف، وهي شكل من أشكال التوتاليتارية.